ديوان كويتاوي. بوتاله عاد نتكلم بلا دبلوماسيه كلش اليوم. المرجله الى متى المرجله؟ ما عليك زود، اول شيء ابارك لكم كجمهور مقصرين علينا، مو مقصرين معنا من بدايه الموسم. شنو هذا اللي تشوفه؟ مساكين والله مساكين، هذا المساكين صدق. ابارك حق الجمهور اللي حضر واللي ما حضر، اللي وقف معنا من بدايه الموسم، وابارك لهم الفوز هذا، واقول حق اللاعبين الابطال يعطيكم العافيه ما قصرتوا، واشكر مجلس الاداره على وقفتهم معنا. ويمكن احنا هذا الشيء اللي متعودين عليه ان نفرحكم، والحمد لله يمكن اليوم وعدناكم كاس الامير ويبنى لكم. بتالة انت تخصص قادسية ولا شنو؟ انا صراحة واحد احب العب المباريات هذه، وبالنسبة للاعب اللي ما يحب يلعب المباريات هذه لا يلعب كرة قدم، هذه قاعدتي. والحمد لله كل مباراة مثلا ضد القادسية ولا نهاية توفق الحمد لله. الف مليون مبروك حبيبي، مبروك لكم، مشكورين.